اللي يكرهها تبون واللي يكرهها بوصبع، هاكم عرفتوها. هذيك اللي نسبورتيها سيبورتيها وسيبورتيها سون بيتي، سيبورتيها باش غير انا قاع الجزائر تسيبورتيها، قاع الجزائر تسيبورتيها. وانا متمنيها متمنيها هي اللي تقدم ونخرج في الدوره الاولى يشور الدوره الاولى شور. مرسي جد انس، مرسي خويا. بالتوفيق خوتنا المغاربه. يستاهلوا كل خير. ان شاء الله ان شاء الله ربي يوفقهم. قال لكم يخلصوا فيك المغاربه، ثاني مغاربه يخلصوك باش تقول لهم باللي باش تقول لهم باللي ربي يوفقهم، ثاني يخلصوك. هذه ثاني يخلصوك عليها و... يا اخوي الزوايل يا اخي في اخر ان شاء الله خوتي في اخر. هاو كي جبت لهم على خوتنا مغاربه قلنا لهم ان شاء الله يربحوا خرج الدوبة بهايط. تشتغل بهذا الكلام بسيط نعرف لهم، نعرف ضرهم وراه. غيب كلام بسيط نعرف ضرهم وراه، غيب كلمة بسيطة. كامل أحرار وحرائر الجزائر يساندوا خاوتهم المغاربة في لاكوب دي موند. زكارة في بوصبع وفي بتبون الفايح. هذا مليحة. مرسي زيزو، مرسي عزيزو عزيز، مرسي زكو. زكارة في بوصبع الفايح وفي البرجي وفي غيره. هاي يا سيدي سيرتي برنسيس، الله يسلمك الله يسلمك خويا العزيز. انا حكيت البارح كنت درت لايف في اليوتيوب. دقيقة تشوفوا حكيت فيها كاع على القصة كاع تاع عبلة والاعتداء. كي تفيرها في اليوتيوب خاوتي، يبغي يتفرجوا يتفرجوا براحتو. ومن بعد بقيت في التراك هذا وين متشويه، كنت شويه تعبان. من بعد بلاك نزيد نحكي فيها شويه، من بعد نعاود نحكيها لخاوتنا في تيك توك. مرسي بدر خويا، مرسي. تحياتي ليك ولخاوتنا في المغرب وأينما كانوا، محبة متبادلة خاوتي.